المشكل ديالي عندي امراض الدم، هذا هو المشكل عندي، ومتبع من 2000 وانا مريض، وباقي لحد الان مريض. عندي المرض تينوض ليا، ماشي المرض تيزكاش، تندير الدواء مثلا الشيميو تيطيح ليا الشعر، عاوتاني تندوز عام عامين عاوتاني خصني ندير الشيميو. سرطان امراض الدم، سرطان ولي فيا، خصني الراحه والعنايه به. الوقت ديالو خصني الطبيب ناخذ الكونترول، خصني نمشي عند الطبيبه، قالت لي خصني الدواء، خصني ندير الدواء، قالت لي خصني ندير السكانير، خصني ندير السكانير، لا ما عنديش نجيبها في راسي. الحاله الماديه ديالي ضعيفه، انا عندي العجز، العجز على العمل، العجز على العمل، ما عنديش شي حاجه، شي اجره كثيره تعطيني، عندي واحد المبلغ بسيط، وداك المبلغ بسيط المعيشه ما قادنيش فيها، ما تلقاش وباش نكمل الشهر ما تلقاش، يعني تعطيني ديك 1000 درهم مثلا، 1000 درهم ما عادش دير لك، ابدا ما دير، ابدا ما تدير والو، تخلص بها الدور 4000 ريال، تبقى 16000 ريال، 16000 ريال شغادير بها؟ الدري تقرا في المدرسه ما عنديش، راديو موس 60000 ريال، الطب النووي عندي ما عنديش، داك ما تديش سكان عادي، داك الطب النووي فاش نديرو؟ نعيش بوحدي في البيت، تيهربوا مني الدراري الصغار، يعني داك السكانير واعر قاصح، فهمتي؟ داك السكانير صعيب بزاف، تطلب من المحسنين يعاونوني، يتعاونوا معايا، الله يجزيهم بخير، الله يكثر خيرهم، اللي يعطيهم الناس يعطيوه.